شو كتبت حاج؟ حاج محمد شو كتبت؟ خذوا صبايا صبايا. بسم الله الرحمن الرحيم، أتمنى من الله عز وجل أن نجعل هذا البلد طيب وإخوان وتعاون على العمل الخير ولا عمل الشخصي. إن شاء الله إن شاء الله، الله بيدينا الجميع. حاج من وين تبدأ الأعمال الخيرية، أعمال التطوعية، تصرفات شبابنا؟ احكي لي هيك. من وين إيش؟ من وين تبلش؟ من الفرد. نعم. من البيت، من الحارة، من المدرسة، من الجماعة. نعم. ملقى مسؤولية على كل فرد من أفراد المجتمع، من الصغير للكبير. نعم. طبيعي. شو بنقصنا احنا في سخنين؟ وعي. موجود الوعي. في عنا مشكلة. لأنه عنا العمل الشغل العام عنا سايب حرام. معلمة انه هذا شغل برجع فائدة للكل بالتالي. يعني تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. دايما عنا في مشكلة مصيبة انه المصلحة الشخصية تطغى من فوق المصلحة العامة، وهنا المصيبة. شكرا لك حاج، شكرا. شكرا لطلابنا، يفرح القلب. دائما اقول بدي اقرا شو كتبت. ما دام هنالك اناس في مجتمعنا يهتمون بالاخرين بمجتمعهم، في تكافل اجتماعي، في اهتمام بالغير، محافظه على البلد، على غيرنا، وبدي اقول لمجتمعنا العربي الكم مره، قالوا ما اعز من الولد الا ولد الولد. اليوم بقول لكم ما اعز من الولد الا البلد، لانه اذا حافظنا على البلد بنحافظ على الكل. وشكرا. موضوع العطاء، موضوع التطوع، احنا سنوات سابقين في هذا المجال، في هذا الموضوع. هاي السنة التاسعة على التوالي احنا بنشارك في برنامج اللي اسمه يوم العمل الخيرية. طبعا كل يوم في عنا عمل تطوعي، كل يوم في عنا عطاء، كل يوم احنا بنشوف مؤسساتنا عم بتزيد، المتطوعين عم يزيدوا. احنا بنحكي اليوم على تقريبا ما يقارب ال 60-65 مشروع وفعالية وبرنامج اللي موجودين في شتى المؤسسات، في كل مؤسسة في سخنين، في المدارس، في الجمعيات، في الأطر الاجتماعية. نحكي عن ما يقارب ال 10,000 متطوع ومتطوعة. نحكي احنا كمان على الجيل الصغير، بنحكي على الإعدادي، بنحكي على الثانوي. كمان احنا السنة شددنا على الأهالي كشركاء معنا في هذا العمل. بتشدد كثير، مهم جدا مشاركة المؤسسات والأحياء اللي موجودة فيها، لجان الأحياء، الحارات، الأهالي بشكل عام. فسخنين خيرة، سخنين طيبة، احنا موجودين الحمد لله سباقين في هذا العمل. وكلمة شكر احنا بنوجهها لكل متطوع وكل متطوعة في هذا البلد، في كل المؤسسات بغض النظر مين ما يكون، مدارس، جمعيات، أطر بشكل عام.